السلام عليكم. أدعوكم أحبائي في الله، أنا أخوكم عبد العزيز المسلم، إلى لقائكم في معرض الكتاب في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. عندنا 70 كتاب ورواية، وإن شاء الله راح أكون موجود وراح أوقع لكم على جميع إصداراتنا. مجموعة السلام الإعلامية للنشر والتوزيع، كتابنا وكتابكم تعرفون على بعض، وندعو جميع الكتاب واللي عندهم موهبة الكتابة إلى الحضور إلى هذا المعرض، وإن شاء الله يكون بيننا تعاون، وأشوفكم في الدوحة الغالية إن شاء الله في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. أخوكم عبد العزيز المسلم.